مشاهدينا مرحبا بكم في الجزء الثاني من الأحد السياسي. يخلط علينا في البلاتو إبراهيم البوغانمي رئيس تحرير إذاعة جوهرة أفا. مرحبا بك إبراهيم. ضيفنا الليلة هو السيد صاحبي عتيق رئيس كتلة النهضة في المجلس الوطني التأسيسي ورئيس لجنة التوطئة والمبادئ العامة. سي صاحبي مرحبا بك مرة أخرى. سي صاحبي باش نمشيو مع بعضنا للجزء الثاني اللي باش نحكيو فيه على النهضة، علاقتها بالترويكا، بالمعارضة، بقية الفاعلين. ونحب نسألك ونحب نقول لك ما تعيبه المعارضة على نواب حركة النهضة هو محاولتهم المرور بالقوة وذلك اعتمادا على قوتهم العددية. كيفاش تقيم العلاقة بين كتلة النهضة وبقية الكتل داخل المجلس الوطني التأسيسي؟ وهل أن التجاذبات اللي قاعدين نشوفوها أحيانا داخل المجلس التأسيسي هي حقيقية أما أنها تزيد وإلا تشهد تأجج كلما كانت الجلسات مصورة تلفزيونية؟ أولا ما فهمش حاجة تمر بالقوة داخل المجلس الوطني التأسيسي. كتلة النهضة 89 على 217، يعني ما فيهاش، مش ممكن القانون يمر، لأنه كل القوانين كان الأساسية أو القوانين العادية تتطلب عدد أكثر من كتلة حركة النهضة. ما فهمش حاجة تمر بقوة. ثم جلسة عامة، ثم تصويت، الانتخابات هذيك اش أفرزت؟ إذا كان احنا أغلبية هذا ليس ذنبنا، هذا شنو هذا؟ هذا خيار الشعب، ما عطاناش معناها الأغلبية المطلقة، أعطانا 89 صوت على 217، يعني في حدود 42%، كتلة كبيرة منظمة منضبطة صحيح، لكن احنا مناش رانا الأغلبية داخل المجلس. المجلس فيه برشا كتل، فيه 6 كتل، فيه الكتلة الديمقراطية، كتلة الوفاء، كتلة الحزب الجمهورية، كتلة التكتل، كتلة الكرامة، يعني كتل 6 كتل، وكان ثم كتل أخرى وتحلت، كتلة العريضة الشعبية، يعني ثم كتل برشا وكلها تخدم وتنسق مع بعضها، وما مش كنا نصوت تصويت واحد، مرات حتى داخل كتلة تلقى تصويتات مختلفة. كيفاش تقيم انت سي صاحبي العلاقه بين كتله النهضه وبقيه الكتل؟ انا علاقه طيبه، راه ربما تشوفوا انتم كان في التجاذبات والحوارات اللي تقعد امام الاعلام امام الكاميرا، ولكن خارج الجلسه العامه رانا في اللجان، عندنا برشا اعمال وعندنا صداقات وحنا اصدقاء وعلاقتنا جيده، وانا بودي تصورونا كي نبداو احنا في الكلوار في اللجان، معناها ثم توافق، ثم علاقه شخصيه جيده، ثم علاقات طيبه، وحنا نقعدوا مع بعضنا ونشربوا مع بعضنا ونتحدثوا مع بعضنا ونشتروا بعضنا. ما معناش في الجلسه العامه قضايا سياسيه فيها تجاذب، فيها اختلافات، خاصه كي تجي قضايا الحكومه، وهناك من هو في المعارضه ومن حقه باش ينقد، هذا عادي جدا. اما احنا رانا علاقاتنا جيده، ثم احنا ما مررنا حاجه بالقوه، احنا كتله رانا نخدموا ياسر، زاد رانا برئيس السيد رئيس المجلس، شكون اللي يقعد في المجلس، شكون يقعد ساعات طويله، شكون الكتله اللي نجتمعوا احنا في جلسه عامه تقع في المجلس، ما يكونش معناها قبلها اجتماع تاع كتله مطول 6 7 7 مرات ناخذوا نهار كامل نعملوا فيه، نهار حد كامل نخدموا فيه، يعني الكتله فيها انضباط حزبي، ولكن زاد فيها نقاش كبير وفيها اعداد كبير. هو صحيح فيها انضباط سي صاحبي، وهذا كل الملاحظين يقروا بها انه كتله النهضه منضبطه، لكن فما اراء تقول لك اللي كتله النهضه منضبطه اكثر من اللزوم، بمعنى انه يعني راي واحد كتلة واحدة تمشي، بالفعل هي كتلة يعني اون ماس تتحرك، معناها ما فيهاش اجسام تتحرك داخليا تتفاعل داخل الجسم الكبير هذايا، الكل مساندة للحكومة، راي واحد. صاحبي عتيق تلفت الجماعة اللي وراه، الناس الكل تهز يديها في نفس الوقت كانوا بالي ويهبطوا يديهم في نفس الوقت، يعني الانضباط هذا أكثر من اللزوم. ما يفقدش نكمل الفكرة وتناقشني فيها سي صاحبي، يعني الانضباط هذا اللي نشوفوه أكثر من اللزوم، ما يفقدش مثلا النواب المبادئ نتاعهم تفكيرهم، يعني الى هذه الدرجه النهضه فكر واحد؟ لا بالعكس، انتم تشوفوا بالعكس اللي تدخلوا فيه هذا مستحيل. احنا نعدوا اي مشروع نناقشوه قبل، انا نشوفوا كتل تدخل مش منظمه، وتلقى نفس كتله في نفس القضايا اكثر من موقف، ومش على خاطر ثم تنوع، او لا مش بجانب ثم كتل تجمع 5 احزاب واربع احزاب، هي مش جانسه في موقفها، احنا كتله حزب النهضه، انا نعرف كتله تو مشكله من 3 4 احزاب. وكي نبداو نسمعوا احنا في تدخل الكتلة، نعرفوا ذاك راي المسار، وذاك راي الجمهوري، وذاك راي فلان، وذاك راي فلان، يعني واضح ثم كتل تجمعت، فهمت؟ لأن هي مجموعة من الأحزاب، أنا حزب واحد. اثنين ثم تنوع، تو احنا بالعكس، احنا شوف أنت في التوضع كيفاش النقاش، احنا من هنا لهنا في التنوع كبير.
مداخله الاستاذ صادق شورو مش مداخله رئيس الكتله ولا عماد الحمامي، مداخله معناها حبيب اللوز مش مداخله معناها حبيب خضر. تحس المداخله هذه كانوا فيها توزيع للادوار بين يعني كل واحد اذا كان احنا لا اذا كان ثم تنوع تولي معناها تقسم ادوار مش معقول. اذا كان ما فيش تنوع هذه الناس ما عندهاش اراء خاصه. احنا بالعكس انا واحد من المجتمع شويه دقيقه برك نوضح. احنا عندنا تنوع كبير داخل الحركه مش داخل الكتله، داخل الحركه انت تعرف داخل الكتله كيف كيف الكتله راهي عينه من عينات مؤسسه الحركه. مجلس الشورى نتاع الحركه كي انك تحضر وانا مستعد باش تحضر مره تشوف نقاشات متنوعه، ولكن احنا بعد الشورى يقع تصويت بشكل ديمقراطي الناس كلها تمشي في موقف. شفت موقف الشريعه كيفاش عندنا اراء منه وعدد كبير مش حاجه بسيطه، ولكن بعد التصويت كان لصالح معنا استبعاد الموضوع واكتفاء مشينا كلها هذاك. واش معناها كتله حزبيه؟ معناها معناها كتله تو انت تفاهم مع رئيس كتله وبعد تلقى الكتله كل مش معاك ما عادش معنا الكتل. هذا صحيح الكتل هي جديده على الحياه السياسيه والبرلمانيه في تونس، ما كانش على الكتل وكان حزب واحد وهز وكذا من غير حتى التصويت يعني. لكن تو الكتل بيدها مش معناها كتله، كتله متجانسه. علاش نعمل كتله كي مش متجانسه؟ هي كتله باش مرات تتفقوا مع رئيس كتله على حاجه وبعد تجي الكتله تقول لا. ما عادش معنى الكتله. انا اقول عندنا تنوع كبير، احنا عندنا التنوع والثراء ونعتبر ذاك تغتني به المؤسسات الحركه والكتله كيف كيف. احنا كنشوف كي نناقشوا في جلساتنا وانا مستعد نستدعوك، انا ادعوك باش تحضر معنا في اجتماع الكتله اللي نعملوها وحدنا وتشوف النقاش في كل القضايا قديش مختلفين، في كل شيء مختلفين. لكن بعد نصوت في الاخر نصوتوا بالاغلبيه مره تلقى معناها راه قريبه لبعضها، هذه فيها 50 والاخرى هذه فيها 45 والاخرى فيها 48. مش واضح مثلا داخل الكتله نتاعكم واحد يمتنع عن التصويت واللي صوت عكس يعطينا انطباع. في محافظ البنك المركزي خمسه ما صوتوش، ذكرنا في قضايا اخرى الناس احتفظت، في قضايا اخرى الناس صوتت مع الكتله الديمقراطيه كان تابع ثم هذايا ذكرنا من الاحزاب الستالينيه الى حد ما، لانه شفنا على الكتل الاخرى يعني فيها حياه من الداخل. هو مطلوب الانضباط الحزبي ونقطه ايجابيه، لكن ربما المبالغه فيه مثلا على مستوى مساندة الحكومه. علاش الكتله دائما تساند الحكومه؟ هل انضباط مع الترويكا مثلا؟ لا انت اولا كانت تابع تشوف قديش احنا نقد الحكومه. احنا بالعكس احنا ثم نقد كبير جاء من كتلة نهضة للحكومه. لا النقد الحكومه من تابعته انا بكل انا نشوف انا الحكومه احنا تدخلات كتلة النهضة عندما تنتقد الحكومه تقول له يا وزير معاش كذا يلزمك تكبس عليهم وتشدهم واتباع النظام السابق، وتقول يعني نقد في اتجاه معين. لا نقدنا مثلا نقدنا في العلاقه بالمسؤول السياسي، في علاقتنا بالجهه، في علاقتنا بالولايه، في عنق نائب الوزاره انقدنا في اداء بعض الوزارات، وزاره برشا وزارات نقدنا اداء ونقدنا اداء وزاره النهضه. ما نقدناش احنا الشؤون الاجتماعيه وعندنا نقد كبير ياسر، وما نقدناش معناها التربيه ياسر وزير التربيه وهذوما مش من النهضه، اللي نقدناهم اكثر احنا هم وزاره النهضه باش تفهم اللي احنا ما عندناش مشكله. بالعكس مش على خاطر وزاره احنا، بالعكس احنا ولا ما علينا احنا وزر قول انتم ما نازلين كان على وزاره النهضه، وهذا الواقع. احنا نقدنا ياسر وزاره النهضه والتركيز نتاعنا كله على وزاره النهضه، بامكاننا احنا ننقد وزراء اخرين، لكن نحب نبينوا احنا مساله ريف مش انتماء حزبي ومش موقف حزبي. ثم احنا المشكله احنا نعتبر عنصر قوه، راه انا نناقشوا بعد نضبطوا. اما تشوف الكتل كلها اشتراها كلها معناها تفجرت، كل كتله قسمت لها اثنين وكل كتله باش يخرجوا منها مجموعه، ثم كتل تحلت. هذا مش تنوع، هذه تحلت كتل، هذا مش تنوع، هذا من الاول الاجتماع كان خاطئ، ثم اساسيات متفقين عليها وثم حاجات مختلفين فيها، والمختلفين فيه نبتوا فيه بالشورى وبالديمقراطيه. احنا نصوتوا قبل ما ندخل المجلس، رانا نعملوا جلسات وحدنا ونصوتوا على القضايا الكل، وكيف نروحوا مش انا نتلفت، انا غير ما نتلفت لان القضايا ناقشناها ومرات ابدا غايب يعني ماهيش راهو يشوفوا رئيس مش صحيح. هذا احنا راهو نناقشوا الكل ونبدو متفقين على المواقف ونقولوا هذايا فيها موقف موحد، هذايا موقف عندك فيه حريه تمشي وانا ما يقلقناش. انا الحكومه نسالوها مثلا مره في الشهر ولا في شهرين دبر راسك، فهمت؟ القضايا اللي يلزمنا نتفقوا فيها ولزمها هذيك موقف نتاع كتله، هذاك ناخذ موقف الكتله. قضايا اخرى نقولوا هذه فيها عندك الهامش نتاعنا هو اللي طرحناه نتصوت منها ولا ومسائل اخرى نقولوا انت حر دبر راسك، وخاصة انك يبدا فيها نقاش حر مش باسم الكتلة. هذا موقف الكتلة يعني هذا هو الكتلة، والكتلة الوحيدة نعتبرها اللي تخدم
بالقداء وتجتمع باستمرار وتحضر روحها هي كتله النار، والكتله فعلا ما وقعش فيها لا انفجار لا استقاله لا خروج، هي كتله النار. هذا عنصر قوه، انت هذا عنصر قوه عاد مش عنصر ضعف. لا عنصر قاعدين ومش الانضباط الحزبي والديمقراطيه والشورى، هذه عناصر ضعف. التحالف الثلاثي اللي هو الترويكا، نعم التحالف الثلاثي اللي هو الترويكا بقدر ما يبدو قوي في بعض المظاهر يتجلى ضعيفا في مظاهر أخرى. مثلا الترويكا الآن فما انطباع أنه تعيش وضعية التحالف في الحكم، ولكن التباعد على مستوى مثلا المجلس التأسيسي وخاصة في مناقشة توطئة الدستور اللي ظهرت الخلافات بيناتها مؤخرا. إلى أي مدى كيف أعطيك مثال سيدة سامي عبو تصريحاتها؟ لا معك توقف في إصلاح في السؤال هذا، كان أحكي لي إصلاح قبل كنت رأوا التحالف، خلينا نزيد نأكدوا، رأوا التحالف الثلاثي الترويكا في الحكم وليس في المجلس الوطني وليس في الدستور. احنا من الأول قلنا رأى هذا التحالف على برنامج الحكم، هذا تحالف على مشروع الحكومة، تحالف على الميزانية، هالقضايا اللي تحضرها الحكومة اللي فيها الترويكا هذو من التزموا به، ومش ديما نقولها لك انه مش ديما، هذه اغلبها يمر على كنت تتنا فهمت وين تحمس وليد الكلام هذا اصلح بالبلاد مثلا انه توجي 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 خلي خلي لك عذرا في الدستور ما فيش تحالف بالضبط الدستور ما فيش تحالف متفقين على مستوى الدستور الدستور كل واحد على مستوى على مبادئ وقرار على مستوى الدستور ما كانش اصلح بالشعب التونسي مثلا بالبلاد كلها انه التحالف يجسم اكثر بين الترويكا واللي يجي مرحبا به لانه هذيك الطريق نحو الوفاق. لا الدستور مش كما الحكم، الدستور عندنا تباين في برشا مسائل في الحكم تختلف بالدستور، مش بالضروره الوفاق. مش بالضروره احنا في الـ في الـ في الدستور نلتقي مع بعض احزاب الترويكا اكثر من احزاب خارجها، لا لا انا نقول لك بوضوح انا في بعض القضايا انا من النهضه نلقى سي استاذه مية جريبي وقلتها تو قبل مع سي صلاح الدين الجورشي نلقى قريبت لي من الترويكا في بعض القضايا. يعني في الدستور مش بالضروره راهو التكتل يكون قريب من النهضه في الدستور، لا ينجم يكون جمهوري قريب من النهضه في الدستور اكثر، هو في المعارضه ينجم تكون العريضه اللي في المعارضه قريبه، ينجم تكون الوفاء اللي تراسوا الاستاذ عبد الرف العيادي في بعض المواقف قريب ياسر من النهضه. في قضايا اخرى الكتله نتاع سي الالهي تراسها سي الالهي وسي نجيب الحسني وسي كمال السعدية وسي عبد الرزاق خلولي هي الرئاسه بالتناوب. الكتله هذه مرات تلتقي مع النهضه في برشا قضايا وما تختلف معها، يعني راهو في الدستور ولا في مشاريع الحكومه مش بالضروره معناها التقاء نتاع تحالف ثلاثي، لا تلقى وعادي جدا معقول ياسر. احنا اتفقنا في الترويكا من اللي تكون الترويكا على الحكم مشاريع الحكومه والحكم ما سوى ذلك كل حزب. خلينا في الحكم على مستوى الحكم اتفاق الترويكا هذايا، هل تشوفوا انه مازال قادر انه يصمد اكثر فاكثر؟ كيف نحكيو مثلا تو نكمل لك انا نقول لك علاش تصريحات السيده ساميه عبو مؤخرا حزب المؤتمر لمحت بطريقة أو بأخرى أنه ربما ينسحب حزب المؤتمر من التحالف الثلاثي، وتقريبا نفس الموقف هذا مهد له سابقا الدكتور المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية المؤقت. يعني إلى أي حد ممكن تعتمد في المستقبل حركة النهضة على المؤتمر كحليف مستقبلي، وهل وارد الانسحاب في الوقت الحالي وهل هناك البديل؟ لا أولا نقول لك التحالف متماسك، احنا قاعدين نتابعوا معدل مرة في الأسبوع ومرات أكثر، وتحضر فيها كل تجتمع كل قيادات الترويكا، سي محمد عبو يحضر باعتباره الامين العام، مرات يحضر السيد رئيس الجمهوريه للدعم والدفع، يحضر سي مصطفى، يحضر قيادات التكتل، سي المولي يحضر، سي خليل الزاويه يحضروا معناها، سي محمد بن نور تحضر، سي الياس تحضر، قياده النهضه كلها زادت تحضر معناها. احنا نعملوا تنسيقيه، احنا تنسيقيه اجتماع اسبوعيا. والحقيقة أنا إلى هذه اللحظة ما لقيتش شكون في الترويكا يحب ينسحب، كلهم قالوا هذا التحالف استراتيجي متمسكين به مواصلين فيه، والدليل أنه مازال الترويكا تحكم الآن، مازالت موجودة الترويكا ومتماسكة وتخدم، ويعني ثم انتقادات من هنا وهناك، كل طرف عنده مؤاخذات على الطرف الآخر، هذا عادي جدا. أصعب هذا رأي شخصي، نعتبره هذا موقف سامي عبو داخل المجلس ليس موقف سيبير. انا سمعت برشا تدخلات بالسيبير مش هذاك موقفها، ثم اكثر من هذا راهو ما فهمش واحد يمرر على واحد حاجه، واللغه هذه الخشبيه غالطه. استاذه سامي عبو معناها المفروض ما تقولش كلام، شنو تمر على جثث؟ عنف كذا نوع من العنف، شو ثم حاجه تمر على جثث؟ على نمر على جثث العباد؟ حنا نناقشوا حوار ديمقراطي، والجلسه العامه سيت نفسها، والنواب سيصوتون، واللي يصوت هذاك اللي يمشي معاه، واحنا ما عندناش الاغلبيه الدستوريه ويلزموا ثلثين. احنا عندنا 89 نائب، ما يجيش الثلثين، ما يجيش حتى الشطر.
42% هي لابد من وفاق. احنا الان نبحث على وفاقات. ثم قضايا في الدستور نعتبرها فيها وفاق كبير ونحب ناكدها انا ورايي ستمر بالثلثين واحنا ما عندناش ثلثين. يعني احنا نقول روح احنا نبحث على وفاق كبير مش تراجع، تراجع ما عندناش ثلثين. احنا كي نعملوا في النظام الداخلي في الدستور كان ممكن نعملوا الاغلبيه المطلقه برك اللي عنده تراكي، لا قلنا لو دو تيار ثلثين هذوما التراكي كي تجتمع كلها ما تجيبش ثلثين. يلزمنا وفاق وطني حقيقي. ثم قضايا اساسيه نعتبرها في الطوطه مش محل خلاف، هذه الهويه العربيه الاسلاميه ما فيش حل خلاف الا بعض استثناءات برزت في النقاش وهي اختراع. هذا يتطرف، الناس تحب تلغي الهويه العربيه الاسلاميه ولا تتغفلها ولا تمشها، هذا يتطرف على يسار انا تطرف على مين هي هذا يتناقش، كله يتناقش، الناس كلها ضد تطبيع مركز، كل ضد كل اشكال تطبيع مركز صهيوني. ولا بد الا النهضه، لا للكل، لا الكل كل بما فيه النهضه، لا رد بالك رد بالك صراحه قلت انه حماس طلبت منه ما فرق، لا ما قلتش، قلت في نقاش انا صححت بعد راه قلنا ناقشنا معاهم وقالوا في الدساتير العربيه راهي ثم دساتير نصصت على التجريم وهذا السير لم تنصص، وانتم قال انظروا ماذا يناسبكم، هم عمرهم تدخلوا في الشان الوطني، هما قالوا هذا اشتم، ممكن انا فهمت على تلك. وانا خرجت بين تصحيح، خرجت بين تصحيح وبالعكس. ثم هذا النقاش راهو نصوا عليه في الدستور او لا، مش نقاش على تجريم التطبيع. هذا متمسكه بتجريم التطبيع ام لا؟ طبعا احنا مع تجريم التطبيع، كل اشكال التطبيع لابد ان تجرم. النقاش ان تجرم بقانون او بفصل دستوري، هذا هو النقاش. التجريم كله عندنا تجريم التطبيع وتجريم مس مقدسات، ناقشوا العبيد قالوا مش النهضه، النهضه والتكتل وبرشا اطراف، التكتل والنهضه وبعض أطراف. وحتى الكتله الديمقراطيه التجريم، الكتله المعارضه زاد التجريم، هذا التطبيع يكون في الدستور او في القانون، هذا النقاش مش واحد ضد التجريم، راه الناس كل ضد كل اشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني. وارد انه داخل النهضه ما تبش تصير هناك بعض الانقسامات حسب ما صرح سابقا الدكتور مصطفى بن جعفر، وارد ام لا؟ المذهبيه بكل ايجاز لانه مازال اقل من دقيقتين. اولا سي مصطفى ما قالش ثم انقسامات داخل النهضه، قال ثم تباينات كبيره وتعرفوا ثم شق قال قريب ياسر معناها الشق، قال هذا هو هذا تقسيم سياسي مصر. احنا النهضه متماسكه، ناكد لك متماسكه، انا في مؤسساتها الكل النهضه، انا النهضه المسؤوله في المكتب التنفيذي، واحنا ما عندناش لا انقسام، وهذه راي وهب أو الشيخ راشد منا وحماد الجبل كلها اوهام وناس تحدث على احلاف وهميه لا علاقه بها. انت اخر سؤال، النهضه متماسكه، هل القاعده الشعبيه للنهضه متماسكه ام لا؟ يعني بطريقه اخرى، هل فما احساس وصل لدى حركه النهضه لدى القياديين خاصه انه القاعده الشعبيه انحسرت، يعني صغرت شيئا فشيئا، قلت على قبل، هناك خيبه امل في حركه النهضه من انتخبوها؟ ثم ناس ثبتوا بالمساله هذه، انا نقول كل عمليه صبر الاراء كلها تعطي النهضه رقم واحد في البلاد، برا ايجل اي صبر اراء وقاع عمله تعمل في الداخل والخارج، ديما في المقدمه حركه النهضه. انا نقول ثم اللي في الحكم طبيعي، الحكم كما قال الاستاذ راس غنوشي يخوم متارات الاحزاب، كل واحد يشد الحكم راه باش يتعرض لمشاكل ويهري الحكم ديما، ومنطق الدوله والمواجهات وغير هذه مس من الاحزاب طبيعي. لكن انا نقول شعبنا واعي ولين قاعد يفهم الصعوبات اللي تعترض الحكم، وقاعد يفهم شكون الدوائر اللي قاعده تعطل، راهو شعب واعي ويفهم ثم ناس تعطل وثم ناس قاعده ثم ناس قاعده تعطل في المسار، وناس فاهمه وعارفه دور النهضه والجهود اللي تقوم به النهضه. وانا نقول لك شعبيه النهضه ما زالت بخير. وضح سي صاحبي، شكرا لك. شكرا لك ابراهيم بغانمي رئيس تحرير اذاعه جوهره اف ام. مشاهدينا نمشيو فصل اشهاري اخير ونرجعوا.